في ايه بيحصل؟ وايه اللي جاب فضل هنا؟ وعمر دخل ازاي؟ حبيبتي فهميني. مش عارفه ازاي ده حصل. اكيد في حاجه غلط. مش عارفه، مش فاهمه حاجه. انا شايفه ان عمر اتسرع قوي. هو شافكم بتعملوا ايه؟ قولي يا حبيبتي. مش عارفه. طب ممكن تبطلي خوف وتهدي كده؟ ان شاء الله ده سوء تفاهم وهيتصلح. اهدي بس انتي، اهدي. مش عارفه حاجه. اهدي حبيبتي، لمار حبيبتي وحياتي عندك، اهدي عشان خاطري. ايه ده؟ انتي مالي ايدك متلجه كده ليه؟ لمار حبيبتي، لمار انتي معايا؟ انتي متلجه يا ماما. لمار حبيبتي طمنيني، قولي كلمي لمار. مش راضي عني ولا حتى قابلها مني. واضح اني سقطت في الامتحان. واحد يا اختي اسمه عمرو، كل اللي همه في الدنيا انه يزيح الدكتور من سكته، عمال يشمشم وراه عشان يلاقي له اي حاجه يأذي بيها. ايه؟ عوني؟ ما يكونش الدكتور عوني؟ اكيد هو، انت عارفه مصايبه مع عمر. ايوه انا سمعت الواد خلوصي وهو بيقولها يا دكتوره. يا نهار اسود على عوني وسنينه. ايه ده، ما بيشبعش؟ بس عينيها فارغه والبحر بيحب الزياده. طيب طيب يا اختي كملي. وبعدين لضم يا اختي مع النت اللي اسمه نيازي. ايه اللي هيسخطوا قرد بسلاسل؟ هو راخر. ومين نيازي ده راخر؟ واحد يا اختي كده ما تقلعيهوش من رجلك، بيشتغل في استغفر الله العظيم. احفظنا يا رب. يعني ايه بيشتغل في استغفر الله العظيم دي؟ يو ما تفتحي مخك معايا شويه يا اختي، استغفر الله العظيم. يا حبيبتي استغفري زي ما انت عاوزه، بس فهميني. سكه شمال، ما تفهمها يابا. طبعا انا فهمت. ايه دي شغل هنتها قبل ما تتوب على ايدي. اللهم احفظنا. يوه ده رايح يا سي حافظ، ما تنقي كلام. يا حبيبي يا اخويا، كل الكلاب دي بتحوم حواليك؟ أنا كان غرضي أوعيه، إنما مراته بقى خشت علينا وطبت زي القضا المستعجل وقال إيه؟ شايلة في نفسيتها مني. وبعدين يا تينا الحكاية كده عكت على الآخر. عارفة أنا دلوقتي بس ابتديت أقلق على عمر. يا عمي ابتديت دلوقتي بس تقلق على عمر؟ لا بجد، ربنا يسترها معاه بقى. هو أنت خايفة ولا إيه؟ لا أنا مش، بس يعني مش فاهمة أنت جايبني هنا ليه؟ جايبك وسط الناس الغلابه عشان تشوفيهم. هي الناس دي عايشه في الترب. وتحت الترب كمان. مش فاهمه حاجه. طب بقول لك ايه؟ قول. بدل بقى فاهمه ومش فاهمه، ما تيجي نشتغل كده مع الشباب ونوزع مع الناس. نوزع ايه بقى؟ البطاطين اللي احنا جايبينها. هي الناس دي ما عندهاش بطاطين كمان. هو انت ما تعرفيش ان في بلدك لسه في ناس بتموت من برد؟ يلا. يلا. الري الشنكت. كبير السيدي مساقه فل يا عمي. مش انت برضه الاخ شكل سيدي ولا غلطت في العنوان؟ هو يا معلم امورنا سيدي معلمين. هي كلمتين كده لمؤاخذه في الدايره جوه، ها؟ عشان لزوم الكتيمي. ما ينفعش المحل بيصرف زباين جوه. نفضها يا شانكل، في مصلحه تجني. افهم بقى مين بعتكم الاول وبعدين نوزن المصلحه. حبيبك وحبيب ايامك خلوص فارق. الله. طب هو ما جاش معاكم ليه؟
لا يا اسطى ده هيفضل لوك لوك لوك. الله الله ايه يا عمنا مش كده بالهداوه، كلام اخده عطا. فض انت لمؤاخذه الزيطه اللي جوه دي وهدوا رفع علينا. وفضها يا عمنا يا كيميا حلوه سيد. بقولك ايه، انا عاوزك تبدر الرجاله وتنتشروا. هننتشر ونتوغل نتوغل نتوغل. نلتقي بعد الفصل. ما بقيناش بنعد الايام ولا السنين، اترمينا هنا من بعد ما بيتنا وقع وقالوا لنا روحوا في البتاع دي اللي اسمها 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 ايه يا ابو زينب؟ انا فاكر يا ابو زينب، قصدك خيم الايواء يا حاج. ايوه البتاع دي اللي اسمها الايواء. هما يعني مش بيبنوا لكم بيوت تقعدوا فيها؟ انا الكلمه دي سمعتها قبل كده. في واحد كباره كده جه حط 50 جنيه في ايدي وقال حاجه زي كده. ايوه مش الراجل بتاع الانتخابات هو؟ وما عرف ان احنا عملناش صوت، ما ورناش وشه تاني ابدا. لا وايه، والتلفزيون جه وصورنا. مش كده يا ابو زينب؟ عملوا كام صوره كده وادونا اللي فيه القسمه. طب انا عايز افهم انتوا عايشين ازاي، بتاكلوا وبتشربوا منين؟ ان كان على الاكل والشرب، ما كانش حد غلب. يعني ايه مش فاهم؟ ادينا مستنيين دورنا. يا ابو زينب ربنا يجعل يومي قبل يومك، ما تقولش كده يا راجل. مش هتفرق يا ابو زينب، الاثنين جار بعضيهم. اوه مش هينفع قبلك اليومين دول خالص. بقول لك شاكين فيا شاكين فيا. انا ما صدقت اصلا خلعت من الحوار بتاع الفلوس ده وتلاقوا في المشاكل بتاعتهم. يا سلام، احاول بقى اشوفك بكره ولا بعده. سلميني عليك. يخرب بيتك خططيني. بتكلمي مين؟ المستر بتاعي. ايوه مستر، هكلمك بعدين بقى. ها باي. لا هو انت يا اختي قاعده هنا ولا داريانه باللي بيحصل حواليكي؟ هيكون بيحصل ايه يعني؟ ست طينة وعمك حافظ مالهم؟ خدوا دلهم في سنانهم ودايرين في الشوارع يدوروا على الدكتور. ما يدوروا، انا مالي؟ ما انا عارفه ان انت شايله ايديكي منهم، بس المشكله في اللي سايبينها لك تحت. سايبين مين؟ ايه سابوكي لوحدك في الخلا يا قطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي كحي ولا تنحنحي ولا حتى قولي دستور. وانتي اللي رجعك تاني؟ الله، مالك داخله عليا بالحامي قوي كده ليه؟ ما احنا كنا حبايب يا ستي. انا قلت انتي كتيتي مع صاحبك اللي كان بيجيلك على اول الشارع. ده انتي شماني غلط بقى ودماغك حادفه شمال. الله، وانا مالي؟ براحتك وانا بحاسبك. سيب الحساب للي عالم بعباده، انا بس قاعده عشان اطمن على اخوكي واساعده عشان يطلع من الكومبينه، وبعدين اروح لحل سبيلي. كومبينه؟ كومبينه ايه؟ يا يا رجلي يا رجلي مرضت يابا. طمنونا، لقيتوه يا اختي؟ لفينا عليه في كل حته، مستشفى العياده عند اصحابه واصدقائه ومعارفه، مالوش اثر. هو في ايه بالظبط؟ ماله عمر؟ طبعا مالك انت، ما انت في دنيا تانية. رواية امال، رواية تينا ما تشعلليهاش. طب يا اخويا سألته مراته؟ 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 احنا ازاي تاهت عندنا الفكرة دي؟ فعلا صح، مش جايز رايح صالحها؟ ايوه انا عارف عنوان صاحبتها اللي بالبيت عندها. يا اخويا كلمها اوفر، لسه بنروح مشاوير. ايوه ايوه صح، كلمها اوفر. وبعدين جايز يكون راح لها؟ اهو موري جه. كنت فين يا اخويا؟ قلبنا وقع عليك. كنت فين يا ماما؟ قلبي كان هيوقف من الخوف عليك. ده احنا لسه كنا هنكلم لمار حالا. انا طلقتها. ايه؟ ايه في ايه؟ طلقتي مين؟ انا مش عايز حد يفتح الموضوع ده تاني خالص. استنى يا عمر، احنا لازم نعرف ايه اللي حصل بينك وبين لامار. الو، لحظه واحده يا دكتور، واحد اسمه مرجان بيقول ان هو عايزك ضروري. ها يبقى راحوا يجيبوا السي دي. سي دي ايه؟ الحاره دي عمرها ما تنضف، هتفضل وسخه كده على طول. معلم خلوصي، ندلع السلامه يا كبير. جيت اوت اوت اوت. بيقول لك اوت يبقى اوت يا اخي. ايه اللزقه دي؟ ليه كده يا معلم؟
يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. لانك. نعم. هو الواد ده عرفنا ازاي؟ هي البهوية مش لايقة علينا ولا ايه؟ لا لايقة طبعا يا معلم. انت السبب يا فلانك، مهما تعمل مفقوس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الواد شنكل قافل. ده أول مرة يقفل. يمكن يكون تاني مرة يا معلم. لا يا راجل. أنا قلقان تكون الحكومة عكشته. إن شاء الله خير يا معلم. بقول لك إيه؟ مش ده الواد سعيد الحرامي؟ هو. ما تيجي نسأله على الواد شنكل. هذا سعيد. أمورة بهوات. الواد ده بيفهم، عارف إن إحنا بهوات الحمد لله. المعلم خلوصي. إيه النعيم اللي بقيت فيه ده؟ فرنكات نضيف يا جدعان. إخلص يا عم أنت ورد على المعلم عادل. إحنا خدامين المعلمين. أمر يا معلم. بعد كل النظافة اللي فيها المياه تقول لي معلم برضو؟ أبص أبص. الواد شنكل فين؟ والله يا معلم هو جاب رفع بدري الليلة دي. ما تعرف نص سكة، بس عادي يعني لو في أي مصلحة احنا في الخدمه. انتوا انت. طب بالراحه يا معلم اللي عتق يعطينا. اقعد انت يا خفيف. بقول لك يا فلانك. نعم. انا عندي احساس كده ان البنت باريزه بتلعب من ورايا لحسابها. ما اعتقدش يا معلم، ده انت مربيها على ايدك. يعني هي تربيه عدله، تربيه وسخه. يلا بينا. بينا. اتفضلي. ايه اللمه اللي على الحاره دي؟ ده فين الدم بالقهوه؟ الف مبروك يا نجم. صلى على النبي، هل حته انك موصل؟ الف مبروك يا نجم. الف مبروك. الفيلم بتاعك شغال كله بيتفرج عليه. فيلم؟ انت قلت معاك شو رسالتي؟ ايه ده؟ السي دي جوه شغال؟ ايوه. اتصل بيك. شو سي؟ اتصل بيك. مش هيبقى هنا. وفي لا 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 يا منور الدنيا كلها يا نجم يا نجم. الحركه دي مش غريبه عليا. انت عامل ايه يا نجم؟ منور الدنيا. صل على النبي النجم. بتتفرج احنا الثلاثة. صح تمام. ما حدش بيتفرج. ايه يا ابني انت وهو؟ الحركة كلها واقفة بتتفرج بره. بدر اوامرك يا معلم. احنا كنا واقفين الصوت ده كلام يا معلم. اسير وقلة ادب. يلا يا جوزي. هو يا هاني اتفضلي. يلا يا بعلي اتفضلي. خاطرني احنا متجوزين هنا. انتي مش كنتي عايزه تعرفي السي دي فيه ايه؟ انا عايز اعرف عشان اساعدك مش عشان اتدخل في خصوصياتك. مش هتفرق. لا تفرق كتير. صفوه انتي بتهربي من لحظه انتهكت فيها خصوصيتك وعشان كده رافضه اي كلام، لكن انتي نجحتي وكسرتي حاجز السكوت وده جزء من نتيجه العلاج. أنا مش متعورة عشان مستنياكي تربطيلي جرح، ولا تعبانة مستنية دواء يشفيها. اللي جوايا أكبر من كده بكتير. إيه هو اللي جواكي؟ خرجيه عشان أساعدك. مش كل فضفضة فيها راحة. ولا كل سكوت حل. أنا مش ساكتة عشان بدور على حلول. أنا ساكتة عشان مش لاقية كلام يتقال. الوجع زي التريكو، مدي طرف واحنا نشد الباقي مع بعض. صدقيني صدقيني هيبقى سر بيننا. حتى لو صحيتي في يوم لقيتي جوزك مصورك وانتي في حضنه. صورك ليه؟ مسجل كل نفس، كل احساس، كل حاجه كنت فاكراها حلو. طب ليه؟ عشان يساومني بيها وقت الطلاق. ايه سؤمك؟ هو مش جوزك كان معاكي في الصوره؟ يبقى كده بيدين نفسه. شبيه وش. يا ساتر يا ساتر يا رب. لما تتحول المشاعر لورقه ضغط في مسمار رخيصه
أكيد في ناس كده. لا بابا. بابا. بابا جد في وقتك يا بابا، محتاجة لك أوي، محتاجة لك أوي يا بابا. إيه يا حبيبتي؟ صاحبتك حكت لي على كل شيء. والله ما أنا فاهمة حاجة ولا عارفة أي حاجة. أدي أفعال شياطين وأبلسة. عايزين يفرجوا بينكم. والله يا عمي قلت لها الكلام ده 100,000 مرة بس هي مش عايزة تقتنع. قلت لها اهدي كل حاجة هتتحل إن شاء الله. إن شاء الله يا بنتي. الا هل لا يغفل علينا. انت مش فاهم يا عمي، دي خضتني عليها بطريقه فظيعه جدا اليوم ده. ببص عليها لقيتها مغمى عليها وغايبه عن الوعي خالص. انت عارفان كيف تسوي هذا في روحها؟ انا زي ما يكون قلبي اتخلع من جوايا وروحي ما بقتش طايقه جسمي. الدنيا بقت ضيقه قوي، اتضيقت عليا قوي، بقت قد خرم الإبرة. حتى ما اتخنقت يا بابا ما حسيتش بنفسي إلا لو سلمى بتفوقني وأنا في السرير هنا. والحمد لله إن هي جت على قد كده. عن إذنك يا عمي أجيب لك حاجة تشربها. كنت خير يا كابتن. تعبتك وجابتك على ملا وشك. أنا قلت لها ما تكلمكش. أنا بنتي في القاهرة للصبح. الصبح؟ غريبة، ليه؟ جيت صدفة أجل البخت. بابا أنا عايزة أرجع معاك، مش عايزة أفضل هنا أرجوك، مش عايزة أفضل هنا. حاضر يا بنتي، حاضر. اطمن على ولد عمك وبعدين نسافر. ليه؟ ماله؟ هو ده البخت اللي جابني على بلا وشي. متعب ماله يا بابا؟ ماله؟ متعب؟ ماله متعب؟ بتهمينه في جريمة إرهابية ومرمي في المستشفى بين الحياة والموت. مش هتفطر مأجزة كل يوم؟ ليش نفس؟ تبقى انت زعلان مني ومش عاوز تتكلم معايا صح؟ فضلك يا تينا انا عندي عمليات مش هستخرها ليها. عمر وحياتي عندك مش عاوزك تزعل مني. طب بلاش وحياتي انا، يمكن ما بقتش غاليه عندك زي الاول. طب ورحمه ابوك وامك يا اخي. يا ودي انت مش اخويا بس، ده انت ابني وصاحبي كل حاجة ليا في الدنيا. يا عمر ده انت اكتر حد في الدنيا دي كلها بتحس بيا. يا حبيبي انت مش محتاج اقولك انت ايه بالنسبة لي، انت كل حاجة يا عمر. ارجوك يا دي، ارجوك. انا فاهم كويس ومقدر كل اللي انت فيه ومش عاوز. لا 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 انت مش فاهم ومش مقدر اللي انا فيه، لانك لو كنت مقدر اللي انا فيه ما كنت زعلت مني كده قوي وبوظت في وشي. انا اللي فيا مكفيني. ايه يا عمر اللي فيك كان دايما بيكفيني انا وانت وبس. اتاخرت. انت مش هتمشي لما تقولي ايه اللي حصل بينك وبين لامار. لو سمحت يا تيتا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لا يا عمر لازم تتكلم عشان لازم اعرف. يا ستي دي حياتي انا وتخصني انا. لا دي مش حياتك لوحدك، انت عارف ان كلنا متشعلقين في رقبتك واللي يهمك لازم يهمنا. والله ما انت بنفسك خدت صف جوزك. طب انا سبت لك اختك، عملت معها ايه؟ سالتها؟ عرفت منها اي حاجه؟ يوه ارحموني بقى ارحموني، انا اللي فايق مكفيني. ما بتكبرش ابدا يا عمر، كل ما بتتزنق بتهرب. تينا. ايوه السي دي اللي ما كنتش اعرف عنه اي حاجه وهربت مني وما حكيتليش، تلاقي برضو مراتك زنقتك في اي حاجه كده ولا كده، قلت اطلقها علشان تهرب وتخلص، صح ولا غلط؟ عايزه تعرفي انا طلقتها ليه؟
ليه؟ طلقتها علشان خلتني. ايه ارتحتي؟ عمر تسيبينا وتمشي تاني ليه بس يا بريزة؟ أنا خلاص يا سي حافظ، ماليش عيش في البيت ده. ليه بس؟ هو حد دسلك على طرف؟ خلوصي واللي معايا مش هيسيبوني في حالي. لعلمك بقى ما حدش هيقدر يقرب لك ولا يهوب ناحيتك طول ما انت في وسطينا. يا أخويا أنت واخد لي حقنة عشان تكمل جملتين على بعض. ناحيتك حقنتين. ودول عاملين زي الافاعي بيطلعوا من كل شق ورجليهم خلاص اخذت على السكه هنا وانا مش حامل سموه. خلاص انا هخلي عمر يدافع عنك معايا. بس هو هيقدر على لسانين سكاكينهم مستخبين له في الضلمه. خلي بالك منه. ومين دول اللي سانين سكاكينهم عليا؟ أنا قلت لعمك وأختك على كل حاجة، خليهم هما بقى يقولوا لك. مالناش ضمني إنها مش لعبة جديدة وإنتي مرتباها معاهم. حسبها بقى زي ما تحسبها وسيبني أروح لحالي. بريزة غرضها مصلحتك يا عمر. يبقى نجحت في الصيدة الجديدة. في المرحلة الجاية عايزين نقرب شوية من الناس، نحسسهم إن إحنا موجودين. اهلا اهلا حبيبتي، ازاي؟ اتفضلي. لا لا مش هعطلك، ممكن استناك. استنيني شويه، احنا قربنا نخلص على الامور. اتفضلي. ممكن ننزل للعمال اللي عاملين اضرابات، بس مش عايزين نلعب بمشاعر الناس. يا رئيس العمال قوه، ما ينفعش نستهين بيها. كويس قوي، الشغلانه دي عايزه شغل وشغل بجد. لو حصرنا مشاكل العمال وقربنا منهم بجد ممكن ده يخلينا نكسب ارضيه كويسه. طب يا جماعه بدل ما انتوا عمالين تحسبوها مكسب وخساره، ما تحسبوها مسؤوليه وشوفوا انتوا قدها ولا لا. ما كفايكوا كدب بقى، كفايكوا بابا بيضحك على الدون، بكره الدنيا تلف والدون دي هتضحك عليكم. ايه عارفه اللي بتقوليه ده؟ بقول اللي انتوا مش عايزين تسمعوه، وللناس تعبت صوتها من كتر ما قالته. للاسف يا بابي انا كنت جايه اقول لك على سكتك، بس الواضح ان انت اخترتها. مبروك عليك قايمه الكدابين. يلا جود لك يا شباب. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ازيك؟ انا خايفه قوي يا دكتور. ما تخافيش خالص، دي عمليه بسيطه جدا جدا. يعني نطمن يا دكتور، احنا حاطين امل كبير قوي فيك. خلي املك في ربنا سبحانه وتعالى، كله بمشيئته. ها وبعدين زعلانين كده في الحقن، امال هتعملي ايه في الولاده يا بطله؟ ها يلا يلا اتفضلي، يلا توكل على الله، شدي حيلك. اتفضل حضرتك في الاستاذ. صباح الخير يا دكتور عمر، وحشتنا. اهلا يا دكتور مرتضى. والله بعودة يا دكتور عمر. بص يا مرتضى، الحالة اللي عندك دي عايزك تخلص منها. الحالة دي لا دخلت عندنا ولا نعرف عنها أي حاجة. أنت اللي تروح بنفسك. روح بنفسك تطمن وتكلمني تقول لي عملت ايه. يلا سلام. نفسي افهم مرتضى ده بقى دكتور ازاي. بس نفعك احيانا البيزنس بيحتاج الناس دي. بس سيبك من الحكايه دي وقول لي ده عامل ايه مع العروسه. ده سؤال برضه يتسال لغازي. لا بلاش الثقه الجامده دي، البت دي روحها في اخوه. أول اسفين انضرب من يومين يا ابني. ليه؟ لحقت؟ لا كم يوم تبقى في الصوان. أنت كمان مكانك محجوز بس هناك. مش هتقولي بقى إيه حكاية العملية اللي بيعملها صاحبك وأنت مش راضي عنها؟ بعدين، بعدين هقول لك. بس في الأول نخلص من الكلب اللي جاي ده. تو
اكيد جايبين في سيرتي صح. انا بجد اسف جدا على التاخير. لا يا راجل ما تقولش كده، ده احنا نقعد نستناك العمر كله. بس ما تاخدناش في الكلام كده وتسيبني الاول اعرفك بالدكتور غازي. اهلا وسهلا، ده دكتور غازي غني عن التعريف. نيازي بقى من اجدع الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك، راجل جدع وصاحب صاحبه وفوق كل ده صاحب كلمه. لا 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 انت كده بتبالغ قوي يا دكتور. لا بس هو دكتور عوري ما يعرفش يبالغ ابدا. انت هتخش في الحاجات دي من دلوقتي على معلومكم شويه. في ايه بتسكني ليه؟ نفسي افهم ملبسانة تنكر ليه وجايبانا هنا؟ عشان اثبت لك وتشوف بعينيك والعصابة متجمعة، عشان تقول لابن اخوك ان باريزة ما بتخونش ابدا. عصابة الله، هو الفيلم هيبدا؟ انا من زمان نفسي اشوف افلام العصابات. انت هتشلني يا راجل انت، بص بص وراك. في اتنين رجالة مع اتنين ستات قاعدين. اللي وراهم شايف الترابيزه دي؟ شفتها. اول واحد ده يا اخويا الكلب اللي اسمه نيازي. ايوه. بعدين عوني. ايوه. والثالث بقى عارفه، ده جوز اكتفينا. ما انا عارفه يا اخويا انه جوز اكتفينا. ايوه. طب غيبنا هنا ليه؟ ما دام انت عارفه كنا اكتفينا. انا اسفه جدا اني بزعجك، بس انا معرفش حد غيرك في خصها، ينفع اتكلم معاه؟ حصل اي حاجه؟ ما قالتش حاجه. انا حاولت اتكلم معاها كتير ما كانش فيه فايده. هي ابتدت تتكلم فعلا، وكان مهم قوي انها تشوفك. طب قالت حاجه؟ قالت ايه سبب اللي هي فيه مثلا؟ لا ما قالتش، بس يمكن تقول لك انت. دكتور عمر، انا بعت لك لما حسيت انها في خطر، وممكن جدا تأذي أقرب ماليها. تأذي؟ تأذي ازاي؟ الله أعلم، بس احنا لازم نساعدها عشان نحميها. شكرا يا دكتور. صباح الخير يا صفا. ازيك يا صفا؟ صفا انت مش عارفين، انا عمر. عمر يا صفا. اتاخرت قوي يا عمر، استنيتك كتير. وانا جيت لك كتير، بس انت ما كنتيش. كنتش عايشه. لا انت عايشه، عايشة وكويسة جدا، وهتخرجي من هنا قريب. انت جاي لي يا عمر؟ جاي اطمن عليكي واطمن على. على مين؟ على صاحبك؟ جاي اطمن على اختي. اختك؟ اختك مين؟ اكتفينا. وانا مالي ومالها؟ اتجوزت غازي يا صفا. ايه ده؟ التليفون بيضرب. طب ردي بسرعه، يمكن حد من اهله تقولي ايه اللي حصل. لا لا لا، ما اقدرش يا سلمى. هاتي رد. الو؟ ايوه. صدق الله العظيم، بتقولي ايه؟ بتكلمه على الموبايل. ردت عليا واحده وقالت لي ان هو اتضرب عليه نار في المستشفى. نار؟ عمر لا حول ولا قوة الا بالله. عمر اخويا قالت لك مين دي واني مستشفى؟ ما اعرفش، انا خدت عنوان المستشفى. يلا. لا لا اله الا الله. هتروحي كده؟ اللهم انا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف في يا عمر. لا لا، روح مستشفى، ما فيش وقت. هتروحي كده؟ انا هروح فين؟ ما ينفعش تروحي كده. مالك مالك؟ مش قادرة. مش قادرة اقف على حالي. طب اقعدي. رجلي. اقعدي، انا هجيب لك الحاجات اللي انا هاجي ارحمكم. هاجي. يا رب بسرعة علينا. خبريني يا بنتي، ايش صار؟
انا كنت هموت من الخوف يا بابا. كويس انك جيت. الحمد لله انك بخير يا بنتي. الحمد لله يا عم، احنا كتب لنا عمر جديد النهارده. كيف صار هذا؟ وين؟ جنب المحل بتاعي. واحد ضرب علينا الرصاص وبعدين جري والرصاصه جت في الدكتور عمر. ويطلع مين الدكتور عمر ده؟ الراجل اللي اتخبطت في عربيته. اللي جالك المستشفى؟ ايوه هو يا عم. في حد شاف اللي ضربه؟ كانوا اتنين راكبين موتوسيكل ومغطين وشهم. يبقى مفيش غيره يا عم الشيخ عرفان. هو اللي سواها. دمه حلال. تقصد مين يا عم الشيخ؟ معقوله يا بابا؟ الله يخيب ظننا. ابو صباع في الميدان بينادي على الجعان، يمكن الباشا يحن على الغلبان. فين بقى الدكر الكسبان؟ 5 جنيه على الدكر. ارجني يا اختي جنب الخسران، واللي ليه شوفه حاجه يرمي بياضه لاجل ما ينول مراده ويلاقي اختي الدكر قدام. سيجاره فرنجي على الدكر. مش مكتوب لك يا روحي روح دوري على اولاده. لا بعد، انت حراميه يا بنت. الله الله الله، ما بلاش اللي انت معانا بتعيطوا في الاخ. ترى يا بنت انت معاش مال عينك ولا ايه؟ عماله تسرقي وتعشطي فينا من الصبح وساكتلك في ايه؟ ايه روح امك، ده احنا نحط الغله في الخزنه لاجل ما نفضل الوحش. طب والنعمه لاكل مصارينك. كانك تروميسه واقعه يا روح امك. طب تعالي لي بقى يا حاج. يا بنتي وهي بس بقى بس سيبي كفايه اللي احنا فيه. هناكل بعضينا ولا ايه؟ وحياتك بس عشان خاطرك هفوتها لها المره دي. عايزه تقنعيني انك بتحبي عمر قوي كده؟ مش عارف، مش فارقه عادي يعني. والله انت هتجنيني معاكي. مره تيجي تحكي لي انك عايشه احلى قصه حب مع واحد خبيتيه علينا كلنا، وفجاه اكتئاب وسهر وشرب وحاجات غريبه عليك، وفجاه يظهر عمر، وفجاه يختفي عمر. انا مش فاهمه حاجه. هتحيريش نفسك يا رب مش توصلي حاجة. أنا نفسي مش فاهمة روحي. ساعات بحس نفسي عاملة زي حبة البيوت المتعشقة جوه مساكن شعبية، لا داخلها نور ولا طالعها مية. شم ريحة سر جواكي أموت وأعرف. يا يارا أنا مش فاهمة أنت عايزة تفوقيني ليه؟ أنا مصدقة شيخ، مصدقة يعني أسلاك لغميسك اللمبة نورك والدماغ ساحر. بقولك ايه، يلا نمشي عشان انت ركبت علينا. زهقت انا كمان زهقت. يلا. ايه ده يا عفا؟ مش ده باباكي؟ سيادة الرئيس بنفسه. استنى اشوف عايز ايه. سيادة الرئيس منور. هاي عفا، اركبي شوية عايز اتكلم معاكي. لا يا بابي انا مش فايقة دلوقتي. معلش دول كلمتين وبس، من فضلك عشان خاطري. حاضر. يا لطيف يا لطيف. سما سما صحيح اللي قالته هنادي؟ عمر اتضرب بالنار. تمينا هو فين؟ عمر فين دلوقتي؟ العملية شامو دايل. يا رب نجيب العربي السليم يا رب. تمينا ايوه اذكر انا حبيبتي يا رب واحدة فينا ربنا. يا رب يا رب. اهدى يا حاج ربنا يطمنك عليه. انا مش هطمن مش هاد لما اطمن على عمر. الله مش انت ال يجي لي نوم من ساعتها، ودماغي قفلت عند الكلمة اللي انت قلتيها، ونفسي اتصدت عن كل حاجة، وعلى لساني مفيش غير كلمة واحدة بس. ليه؟
ليه انت ما بقيتيش تصدقيني؟ بقولك يا بابي، اعتبره كلامي 1000 ساعة غضب وخلاص. دي مش كلمة، ده احساسك بيا ورأيك فيا. وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي. طب وانت ليه بقى عايزني نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهاية مش لطيفة، وخصوصا بقى ان احنا في الشارع؟ مش انت اللي طلبت ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع. ما يمكن عشان تفوقي. بابي انا لو عايزة افوق ما كنت ذاكرت من الاول. انا اخترت الشارع علشان مش عايزة بيبان مقفولة عليا ولا حيطان تكتفني، عايزة احس ان انا حرة بجد. حيرتيني يا بنت الناس، انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجة عكس اللي انت ربيتني عليها. طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته بستني رزقه، لا همه بقى لطشة برد ولا لسعة شمس. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير سنار، حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته. للدرجة دي انا اتغيرت وبقيت بشعة؟ بقيت شبه ناس كتير قوي كانوا قاعدين في صندرة مهجورة، واول ما شافوا النور اتسرعوا اتلموا حواليه. فتة واللي يلحق. انا تعبت سنين، اتبهدلت كتير، واتظلمت اكتر، وترميت في السجون، ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي. انت دلوقتي جاي تحاسبيني على ايه؟ انا اترشحت عشان استاهل. انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه، بالعكس ربنا يوفقك. بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات. كذب؟ يعني انا كذاب؟ سوري يا بابي، بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم، كل ده علشان خاطر ايه؟ تضمن اصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟ اه كله بيجري وكله بيسابق، واي حد بيلاقي اي حاجه بيروح ينتشها من حالك ايام سودة ترابينا فيها غصب. يا بنت انت صعبانه عليا، انت لسه عود اخضر بدري قوي على قطفه، بس مش روحك في الطل كده، هتتبالي وتنشفي وتتهرسي تحت الرجلين. اساليني انا، الدنيا دي يا اختي ياما خدت مني رقاب لحد ما نحلت وبر. اسمعي مني، شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي. يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه، كله ماشي بالغصب. ايه مالكيش اهل؟ اب عم خال اي حد يلمك بدل بعطاره الشوارع دي. وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على عض وريح عنتنا للمنت الشوارع مع الشاشه في جتتك. الاهل ستره برضو. انا زرع شيطان يا اختي، بذره اترمت في ارض بور، لا عرف لي اب ولا شفت لي ام. كل اللي افتكره ان انا كنت في ملجا، والعيال قالوا لي نطي من على السور. دي حتى الوليه اللي كانت بتاكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم اني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبيت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك ومودكك عالكار؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه، هو ولا الهدنه ولا النومه والله ما انا عارفه، هو كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي. يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا، رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرضوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقوح ويعافر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكركش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انتوا هتنصبوا لي محكمه وتطيروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جهاز وراديو، وادينا بنفك نفسينا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم ماشي. ما تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. مفيش مفيش حاجه. مفيش اي حاجه، هو لسه ما فاقش؟ الدكتور بيقول انه لسه قدامه شويه على بال ما يفوق. ما تقعدوا في الاستراحه احسن من القعده دي. استراحتي بس استراحتي، احنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على اخويا. ما الدكتور طمني وقال ان الخطر زال الحمد لله. ولو يا اختي انا مش هرتاح لما اطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟
الراجل الطويل اللي كان معاكو؟ اه هو متعرفيش راح فين؟ اه هو في الاستراحة من امبارح ومبطلش عياط وحالته وحشة قوي. انا هروح له يا دينا. حبيبي عمر رد على اختي. يا ربي يا رب احنا لا تصلي يا ربي الا عملك. صاحبتي الحمد لله ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجد وسخ، ربنا يتشك بانهم يقطع ايديهم يا رب. مش عارفه ايه اللي بيحصل. وانتي مين؟ انا لامار، اسمي لامار والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. وانتي الحادثه حصلت قدام محلك انتي واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ اه لا هروح اغسل وشي عشان افهم ايه اللي حصل. لامار دي المصيبه السوداء، دي المصيبه السوداء. تبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواح للحرير شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في لا حاجة يفك بيها عن روحه يا شيخ عرفان. أهدنا عمر بالنسبة لي مش ابن أخويا بس ده آخر نفس. الضحكة اللي طلعت بيها من فوق الدنيا هو اللي مهون عليها، هو اللي مصبرني على رحمي. طمني يا عم ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخت عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟ انا يا بنتي والد اختك لمار. أنا أختي اسمها اكتفينا. ليه الغباء ده؟ من لامار، من لامار أختك. آه هي اللي جوه دي اسمها لامار؟ يا جماعة خير طمنوني، أنا أول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على أخويا وصديق عمري الدكتور عمر. إزيك يا أنسة سما؟ كويسة كويسة، ده خدش اطمن بنفسك. آه اتفضل اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا ما احنا طبعا هنروح نزور ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا اتفضل. ما تتكلم صفوة يعني لو هتبدأها بيعني ولو يبقى اكيد هتقول حاجة تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لا. في ايه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفوة احنا كنا متفقين اني اجي اقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه انت غيرت رأيك؟ لا وانا اقدر اغير رأيي، انما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف ايه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني اي حاجة، انا مش حامل المفاجآت. في ايه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه اهو احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت حطيت تحويشه العمر. وبعدين
راحت. خسرت. مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور. تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي. مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر. فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى. بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك. يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي. اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه. ما انت عارفني. خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وقعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض دكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعال يا دكتور تعال اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل اطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكوا عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. اه ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري. يا الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب تودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله ونعم. عم حافظ شوف سامة فين بسرعة. لا اطمن. سامة ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عاملة كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا. ده صنف الأمراض هيتمرع أكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمة ولا حساب أصلا. سيبه. خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك إيه؟ سامة أخته أهي. شايفها شايف. استناني أنت، أنا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سماء؟ يرضيكي كده؟ يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني. اه يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، انت كبير. مش كبير بقى، عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الضابط سالني علشان الدم اللي بني، وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مقدر يا بنت اللي قلتيه. ترى لو ثبت لي ان وراها مش هرحم. اختفاءه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل درع الشعر ده. لما تربي في طينا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخص بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقولي يا بنتي. عايزه اقول لك يا بابا ان انا اتنزلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنازل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمك. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري؟ كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عواد وتقاليد هي غريبة عنك شوية. ماسكين في الحلو فيها، والباقي بنحاول نغيره. وعايزاني ابلغ عنه؟ انا عملت اللي المفروض اعمله. انت عملت اكتر بكتير. نقلتيني المستشفى وبلغتي اهلي. ايه مالك؟ بتتخضي عليا كمان وقاعده معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده؟ اصل المقصود هو انا، بس انت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول ان انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زياده يا دكتور. لا تقرير كويس. انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اه اتفضل يا فندم. اتفضل تحت امرك. طيب انا اذنكم. رايحه فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا لا خليكي. ينفع يا فندم تكون موجوده وحضرتك بتسال؟ لا مفيش مانع مفيش مانع. قول لي يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين
بإطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. أنت متأكد؟ متأكد. ألف مبروك يا باريس أختي، طلعت على خير أهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهلية بيه هو اللي طلعك. طب سبب وانا قعدت كل ده وانا بتتله انت وهو ده ما قالش هو ايه راكبين على بعض؟ الله الله الله، ما تعتبريها فتره نقاهه بريزه. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي قلت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذه؟ بقول لك ايه يا خلص، خف عليا حبه، خف عليا حبه يا حبيبي، عشان انا لسه بعقبل وجدتي مرمه من نومه البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط. صافو؟ اه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمى. شوف الموضوع ده ايه، دنيا دواره، خدت في رجليها الكبتون، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دعتيره. يا حبه عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشه، واللي كاله بط بط طفحته له والزواز، مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغه المره مره، واللي يجي على وليا ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحه يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهيه. انا لقيت نفسي ساكته مش لاقي كلام اقوله. الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب ما فيش، واتنزل عن حقه كده بسهوله، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني غياب والد عمك، مختفي ومحدش عارف له طريق. اكيد هربان أو مستني جربها مرة تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا رمار. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مرة يعملها كتير. قلت فين يا رب؟ قلت فين يا رب؟ ما تخافش يا بابا، ما تخافش علي، وبعدين العمر واحد، مش أنت قلت لي كده؟ بترجع تعيشي وسطينا وسيبك من العيشة في مصر، عايز أطمن عليك يا بنتي. كده برضو يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعه وعلى الشغلانه وعلى البازار؟ دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجاله. اتنيل يا شيخه، ده كنت هتموتي من الخض. يا سلام، يعني عايزين نشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ سير واجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روح يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل. بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا، حاضر. يا لهوي يا عمر لو تشوف اللي جراني، حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى ويعني وهي ماشيه تتكعبل على وشها في البيت، وكانت تنزل بلبس البيت ومن غير حجاب. مالها عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها بتترعش وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده اختكم معايا يا حبيبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت اتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من الاسعاف. ربنا يخليكوا ليا يا رب. ولا يحل ميك، ما تسيبي الدبوس. ما عايزاه يا بنت، سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه ايه؟ حرام عليكي. خد يا تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما رضيتش هاجي لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار يا عمو؟ ها اخبار الاخبار اللي تهمه عن الانسه لمار عرفان. جموزه زي القمر، كنت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي دمار دمار، دي شؤم، هي الشؤم هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لمار يا حبيبتي، اسمها لمار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش من اولها كده بالراحه البيت. بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. اتشقمت ايه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني، عادي عادي. انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني اسمعيني، بت طيبه وغلبانه وبيضه
شفتي بيضها؟ دي بيضة بيضة. وبعدين دي أبريق الماس. يا عم حافظ، بريق الماس مش أبريق، بريق الماس. هو أنت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزة يا بنت، خليكي في حالك. هي في حياتي الموزة دي. عندي موزة، عندي موزة دي. ثاني بس. عندي الموزة دي. يا راجل، أمال كنت عندها بتعمل إيه؟ يا بنت بتعمل أنت مالك أنت؟ أنت مالك؟ خد. ياكل إيه؟ استنى الأول لما تشوف الأخبار اللي أنا جبتها لك. عايز ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزول من خلقيته. اعمل لك ايه يا روح امك وانت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي فته محلوله، سبتك يومين سقت فيها وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عند ابامه، انما ما فيهاش حاجه يعني لما كني لي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرج ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص؟ طيب وبالنسبه بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرج من المصيبه اللي انت عملتيها، والفلوس الثانيه اللي دفعناها في الحجز عشان ما حدش يلمسك، الاخ الاخ الاخ، كل ده هنسدده منين؟ كل ده من شقايا وتعبي وانت مالكش فيه مليم احمر. اوعك الله 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 الله، والله كبرت يا باريزه وبتتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هما يوم الحبس يا رحمك نسوكوا من خلوصي ولا ايه؟ ما انت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين يا بنت؟ بس تعالي اقول لك، تعالي اقول لك بس يا بنت، انا اخوك حبيبك يا بنت حبيبك، انا غرضي بس انغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. بلين بلين قالين يا خوخ، انما مشيتك كاسر يوه. وين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد يعني هنتجوز؟ ها عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعاية. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لأي حاجة. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاتنين مرتبطين ببعض، لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفو، مش عايزه احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت. فهمت ايه بقى؟ ان شاء الله. الفلوس انت اللي جبتها قبل كده وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه والعفش فيها جديد، ومش عايزه شبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني، بس للاسف طلعت انا اللي فاهم غلط. عن اذنك غازي. غازي من فضلك لو سمحت الاقي فين دكتور؟ في الاستقبال. ممكن حضرتك تسالي في الاستقبال؟ انت عرفت انا عايزه ايه الاول؟ لسه مستفزه دي.
لو سمحت يا دكتور من فضلك معلش. افندم الاقي دكتور عمر فين؟ مش انت اللي كنت هنا قريب؟ يا ستي رد عليا، مش مهم انا كنت هنا ولا لا، هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس. انا ما بهزرش على فكره، دكتور عمر عمل حادثه وبقاله فتره في المستشفى. حادثه؟ حادثه ايه؟ المستشفى ايه من فضلك قولي بسرعه. اديك هتخرج بكره، يعني ما كانش ليه لازمه الجنان والخروج بالشكل اللي انت عملته ده. هاتي ايدك. ليه عايز تروح فين؟ عايز اروح اقعد هناك، سنديني. طيب ماشي يلا. يلا ايه؟ يلا مش عايز تقعد هناك؟ مش يمكن كمان عايز امسك ايدك؟ هو ده اللي انا خايفه منه. خايفه من ايه؟ وانا لسه عملت حاجه. هو انت لسه هتعمل؟ هخطفك. طب يلا قوم قوم. طب انت مالك اتخضيتي كده ليه؟ ايه المشكله ان اخطفك يعني؟ ما اتخضيتش ولا حاجه، انت اقعد بس شويه. حاجه جميله جدا. طيب انا كده اطمنت عليك، ينفع امشي بقى؟ لا طبعا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش خالص تبعدي ولا تسيبيني خالص، ما ينفعش خالص. لا ده دلع بقى، واحنا قلنا خلاص مفيش. بالعكس ده لسه في كتير قوي. عمر عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني عليه بصراحه. اسالي. هو انت ليه ما اتهمتش ابن عم؟ لا اتهمه بايه؟ هو في تهمه في الدنيا اسمها انه سبب سعادتي وفرحتي؟ سعادتك وفرحتك؟ طبعا. هو انا لو لفيت العالم عشان الاقي طريقه سريعه تقربنا من بعض بالطريقه دي كان هيبقى في اسرع من كده؟ يعني الراجل عمل فيها معروف اروح اذيه؟ انت بجد يتخاف منك؟ انا ده انا غلبان وصايع وضايع وضايع ده غير اني مصاب. عمر على فكره دراعك دي اللي وجعت مش دي. واضح انك قلت الكلام ده لقبل كتير. انا طب انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. انا اصلا ماليش في الحوارات دي ولا كلام البنات ولا العلاقات ولا كلام ده خالص، عمري ما كان ليا فيه اصلا. احنا كدكاتره عشان بندرس طب ونسا كمان، نظرتنا للست مختلفه مش زي اي راجل. بنشوفها انسجه تشريح اناتومي يعني، بنشوفها عضلات، ما بنشوفش الانوثه والحاجات دي. انا كدكتور امراض نسا رغم ان زبايني كلهم ستات الا اني هتضحكي عليا ما اعرفش اقول كلمتين على بعض لواحده ست. لا والله. ايوه كل تركيزي في شغلي، كل وقتي في شغلي، كل نفس بتنفسه في شغلي. بيبي حياتي. يا نهار ازرق. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. سلامه ايدك، سلامه عيونك. مالك يا حبيبي؟ مين المجرمين عملوا فيك كده بس يا حبيبي؟ لمار!